دعواتكم لهم ان شاء الله. الحمد لله. السلام عليكم. عمي كيف حالك؟ كيف صحتك؟ شوف بارك فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة باسم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، نحن حقيقة سعيدين بوصول المواطنين الثلاثة التي تم الإفراج عنهم إن شاء الله، ونأمل أن يتم الإفراج عن بقية المواطنين الخمسة، وكذلك عن المواطن الذي سبقهم راشد المدسري في القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. الجهود ما بين اللجنة العمانية واللجنة الهندية؟ الآن في جهود تنسيق قائم بين اللجنتين، وهناك في زيارة مقررة ربما في القريب العاجل للتباحث حول البحث عن حلول للمشاكل البقية للمواطنين الموقوفين في حيدرآباد.